بسم الله. كان عندنا مشكله في الصوره، لان الصوره ما كانت بتروح بيدور على الداتا اللي جوه الكاست ايمج ما كانش بيلاقي اصلا صوره. فانا عايز اعمل حاجه بحيث ان لما تكون الصوره اصلا مش موجوده يعرض صوره معينه وخلاص. يعني مثلا اف ان الكاستمر دوت كاست ايمج طالما لا يساوي undefined معناها ان في داتا جايه، خلاص اعرض، مش undefined اهي، مش undefined ده اعرض خلاص. فنعرض في الحاله دي بشكل ان احنا نجيب الكونفرت الباينري داتا يو ار ال، او نعرض باليو ار ال اللي هو الثابت. احنا عندنا الطريقتين، من الابلود او من الايه، من الداتا اللي هي من السيرفر في الداتابيز. إلس يبقى معناها ان ان الكاستمر ده اترفع بيانات ومفيش صوره، مفيش ليه، ملوش ايه، ملوش. في الحاله دي اقول له الكاستمر دوت كاست ايمج وادي له انا يو ار ال بتاع صوره انا عارفها ومثبتها بتظهر في حاله ان مفيش صوره مرفوعه. عاملها ازاي دي؟ قلت له عادي جدا، انا هنادي على الاي بي اي مين يو ار ال، بعد كده عندنا مين سلاش ايمجز، مظبوط ايمجز عشان سلاش موجود. وبعد كده نشوف صوره مثلا نسميها نو كاستمر ايمج مثلا دوت جي بي جي مثلا، نو كاستمر نو كاستر اي ام جي دوت جي بي جي، وراح احط صوره تنفع تمشي ان ده مفيش كاستمر يعني في اليو ار ال، في الفولدر اسمه ابلود لو احنا فاكرين. خلاص في الفايلز بتاعت البروجكت، ايوه هات مثلا الصوره دي، ماشي دي صوره من الصور، خليت اسمها زي ما احنا مثبتين في الكود، وهروح احطها في البروجكت، في البروجكت بتاعنا في الابلود. ممكن نفتح في الاكسبلورر جوه الابلود، دي كلها كانت صور كنا في التجارب. ايه ممكن نرمي كله، مش عايزين حاجه، فضي فضي فضي. وهنعمل ايه؟ بيست الصوره دي، خلاص دي معروفه عندنا بالنسبه لنا هتطلع في حاله ان الكاستمر ملوش صوره. تعالى نعمل ريفريش، في برضو ايرور، لا ريفريش، تمام تمام. ادي كلاينت اللي كانش ليه صوره، حط له ايه، ما ضربش، لكن حط له ايه، حط له صوره الكاستمر اللي احنا مثبتينها. لو كان الكاستمر عندي كاستمر على الطاير كده وما عرفناش الصوره ليه يعني، خلاص كده. تعالى بقى نبدا ايه، احنا كنا بنضيف، تعالى نضيف، تعالى نجرب كده اخر مره، نجرب نضيف كده من غير صوره ونشوف هيظهر بالصوره بتاعته ولا لا. فعملت مثلا اسلام بهاء، اي رقم تليفون غربي، اي حاجه كده على الخفيف، والجندر هنا الايميل المفروض تنزل تحت، يبقى نعملها بريك ولا حاجه. الايميل نعمل له اي ايميل، كويس. طبعا الايميج لسه ما ظبطناهاش، سيف، اتحط على طول اوتوماتيك زي ما احنا شايفين بدون بقى ايه ريفريشنج ولا حاجه، على طول اتظهر زي ما احنا شايفين كده والبيانات بتاعته، بس الصوره طبعا لسه ايه عايزه شويه شغل. طيب ده بالنسبه لمين؟ للسولفنج البروبلم للايمج. خلينا نشوف ان احنا نبدا نظبط باقي الشغل بتاع الكاستمر في فيديو ثاني ان شاء الله.